يقول السائل: عندنا قوم يدعون أو ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، لكنهم لا يعرفون معنى الشهادة، ولا يصلون ولا يصومون. يقول: هل نسميهم مسلمين بادعائهم ذلك؟ لا، ما يسمون مسلمين إلا إذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأتوا أركان الإسلام، أتوا بأركان الإسلام، وإلا ليسوا مسلمين. نعم.